هسه جينا على ثاني نوع من الانزيمات اللي لازم اشتغل عليها بالاتش اي في. قلنا الاتش اي في بها ثلاث انزيمات، الانتجريز والبروتياز والريفرس ترانسكريبتيز. اشتغلنا على الريفرس ترانسكريبتيز، اعطينا زيدوفودين وجماعتها، هسه جينا على الاتش اي في بروتياز انزيم. والانتجريز قلنا هو يعني ظهر جديد على الساحه، فادويته جدا قليله. البروتياز انهبيترز، الاتش اي في بروتياز انزيم هو مثال على عائلة يسموها اسبارتيل بروتياز. اسبارتيل بروتياز then catalyze the cleavage of polypeptide chain of peptide chain. يعني هما وظيفتهم انه يسوي لي يعني يكسروا لي peptide bonds بين قوسين. then aspartic بروتياز يحتوي لي على aspartic acid reactive site مالتي. تعرفون انه كل انزيم عنده active site وعنده اكو substrate يرتبط به، تمام؟ ف هذا الاسبارتيل يسموها اسبارتيل لانه يعني عندها اسبارتيك اسيد بلاكتيف سايت، تمام؟ زين فكروشال فهذا الاسبارتيك اسيد هو مهم للكليفج اكتيفيتي. الاسبارتيل بروتياز انزيم قبل لا يكتشفون وجود البروتياز انزيم بلا اتش اي في، كانوا قبل دارسين هاي العائله وين بالخلايا الحيه الانسان وغيره، تمام؟ فمنو كان اسبارتيل ينتمي لعائله الاسبارتيل بروتياز؟ كان الرينين انجيوتنسر ادوستيرون سيستم. الرينين هو كان اسبارتيل بروتياز، تمام؟ فكان يدرسوه حتى يعني كونوا لي ادويه اللي هي انتي هايبرتنسيف. جماعه الرينين يشترون على الرينين مثل الايس انهبيتر جماعته، تمام؟ وعندنا هذا كان الرينين انهبيتر، اتذكر كان اسمه علي سكرين سكرين، كان رينين انهبيتر. هذا مثال على ذني الادويه انه يشتغلون على الرينين، تمام؟ فذني شنو وظيفتهم؟ ذيس ايجنتس اكت از ترانزيشن ستيت انهبيترز. انه ذني الانتي هايبرتنسيف اللي نحكي عليهم، الانتي هايبرتنسيف اللي طورناه ضد الاسبارتيل بروتياز اللي هو الرينين، فكان عن طريق ميكانيكية يسموها transition state inhibitor. transition state يشترون هم inhibitor لهاي transition state. فشني هاي transition state؟ هاي شني هاي